وطبعا في ملفات كتير عايزين نتكلم معاك صحيح. فيها اكيد من ضمنها طبعا البطوله العربيه للكره الطايره وهذا الانجاز التاريخي الغير مسبوق للنادي الاهلي، شبه سيطره يعني كامله على البطوله دي. لكن تعال نقف عند التفصيله الاخيره اللي قالتها نهاوند، فكره ان احنا نادي الاهلي هو يعني اللعيبه بتوع النادي الاهلي اللاعبين ولاعبات هم ملوك الصالات بما لا يدع اي مجال للشك، يد وسله وكره طايره. اكيد عشان توصل لان انت بيتقال عليك من يعني ملك الصالات او ملوك الصالات ما جاتش من فراغ. صحيح. ايه اللي ادى الى حصول لاعبي ولاعبات النادي الاهلي على هذا اللقب عن جداره واستحقاق؟ لقب ملوك الصالات ما جاش من فراغ، الارقام والانجازات هي اللي بتقول. النادي الاهلي ما شاء الله لو مسكت لعبه هتلاقي محقق فيها ارقام وانجازات، مثلا الباسكت هتلاقي فوق ال 30 بطوله على مستوى الرجال، على مستوى السيدات اكتر من 50 بطوله، يعتبر هو القطب الاول في مصر على مستوى السيدات مع نادي سبورتنج السكندري. لو بصيت على الكره الطايره النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا طبعا بالالقاب على مستوى الرجال، ده غير على مستوى السيدات. لو جمعت اللعبتين او الانجازات اللي احنا حققناها في الرجال والسيدات في الطايره هتلاقيهم حوالي 182 بطوله او 184 بطوله، وده يعتبر انجاز كبير جدا. مفيش طبعا قطاع طايره على مستوى العالم في اي نادي على مستوى العالم مع الانجازات ديت والارقام. نفس الكلام على الهاند بول، فالارقام والانجازات حلوه جمله، انا اسف لمقاطعتك بس حلوه جمله على مستوى العالم، لازم يتوقف عندها شويه. ده صحيح. النادي الاهلي من سنتين على مستوى الرجال دخل موسوعه جينيس في الكره الطايره، حقق حوالي 102 فوز متتالي. نفس الكلام على مستوى السيدات الموسم الماضي حقق نفس الرقم تقريبا ودخل موسوعه جينيس، لكن لغايه دلوقتي للاسف الشديد الرقمين ما تسجلوش في موسوعه جينيس. يعني انا بطالب مجلس الاداره ان هو يتحرك في الموضوع ده، موضوع مهم جدا. انت المفروض تسجل الرقمين، انت المفروض تبعت الاول للمسؤولين في موسوعه جينيس عشان يسجلوا رقمين، لان الرقمين دولت مهمين جدا. لو بصيت برضو على الباسكت بول احنا اتكلمنا عليها، لو بصيت على الهاند بول هتلاقي على مستوى رجال النادي الاهلي يعتبر هو القطب الثاني او الاول في كره اليد المصريه مع نادي الزمالك. لو بصيت على كرة اليد السيدات نفس الكلام، فلقب ملوك الصالات ما جاش من فراغ، الأرقام والإنجازات هي اللي بتقول كده. صحيح.